أما هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، فهذا الحديث حديث منكر لا يصح، كما بيّن ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن حجر في المطالب العالية. لكن سبحان الله، يكاد أن يكون معنى هذا الكلام يكون ظاهرا في هذه الأزمنة. نجد أن هناك من يلمز ويعيب على السلف، أو يقول أشغلتمونا بكلام السلف، أو ليس عندكم إلا ما قاله السلف، وهذه عبارات تقال وللأسف حتى من أناس تظهر منهم علامات الصلاح. ولا شك أن هذا خطير جدا، لأنه ولو لم يصح الحديث فإن الطعن في سلف هذه الأمة أو العيب في سلف هذه الأمة هو طعن وعيب في الدين بطريق مبطل، أدرك هذا القائل أو لم يدرك. ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الضياء اللامع من الخطب الجوامع، قال أن يلعن آخر هذه الأمة أولها، واللعن إما أن يكون بلفظه، وقد وجد من هذه الأمة من يصب اللعنات على بعض السلف الصالح، وإما أن يكون بمعناه بالقدح في السلف الصالح، وأن يذمهم ويذم طريقتهم، واعتقاد أنها طريق رجعية لا تصلح لهذا العصر. هذا الكلام قاله رحمه الله من القدم، فكيف لو رأى رحمه الله ما في عصرنا هذا مع وجود هذا الانفتاح من وسائل التواصل والتقنية؟ ماذا يقال وللأسف من أناس عليهم وللأسف سمى الخير، وإذا بهم يطعنون أو يعيبون في السلف أو في منهجهم؟ فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها.